وهذه نتيجة مقطع تسجيل الدخول. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم عبد الله الأحمد. اليوم شرحنا راح يكون كيف راح نصمم مقطع تسجيل دخول مثل اللي بنشوفه في سناب أو في الانستغرام. طيب اللي راح نحتاجه الثلاث برامج، راح تحصلوا جميع الروابط في الوصف. طيب أول شيء راح ندخل على برنامج كيوت كات برو عشان نضيف صورة ونحط عليها صوت أو فيديو ونحط عليه مقطع صوت. راح نضغط على الزائد الموجود فوق، بعدها راح نضغط على الموافق، بعدها في خيارات مهمة في خيارات عرض الفيديو. لو اخترت لوحة فنية راح يطلع التصميم معنا بالطول، ما هو في العرض مثل ما تشوفوا بالطول. طيب بعدها راح نختار الصورة اللي حابة أصمم عليها أو الفيديو اللي حابة أصمم عليه. مثلا عندي هالصورة، راح نضغط مرتين على الصورة وراح نمدد الصورة على حسب مدة التصميم اللي حاب تسويه، مثلا راح اخليها 15 ثانية. بعدها راح اضغط على الصح الموجود تحت ونختار مقطع الصوت اللي حاب اضيفه على الصورة. نفس الشيء راح نضغط على الزائد وراح نختار مقطع فيديو اللي راح ناخذ منه مقطع الصوت. مثلا انا حاب اخذ الصوت اللي بهالمقطع، راح نضغط على الصوتيات فقط، راح يصير معنا صورة مضاف عليها مقطع صوت. طبعا في النهاية الافضل انك تخلي الصورة على مقاس مقطع الصوت. راح نضغط على الصورة مرتين وحتى نضيف حركات للصورة. راح نضغط على هالخيار اللي هو اضافة انتقالات، بعدها راح نضغط على الزائد الموجود حتى نضيف الانتقالات، وراح نختار اول انتقال اللي هو انتقال حر. طيب بعدها راح نضغط على المثلث اللي هو في البداية، طبعا في مثلث في النهاية ومثلث في البداية، راح نضغط على اللي في البداية. بعدها راح نكبر الصورة بإصبعنا وراح نحرك اللي هي الخيار هذا الموجود في الوسط، راح نخليه يعني يمين يسار براحتك، يعني عشوائي خليه. بعدها راح نكبر الصورة يعني براحتك فوق تحت. طيب بعدها راح نسحب هالخيارات ونروح على آخر خيار اللي هو التوابع، وراح نيجي على خيار التعميم ونختار الخيار اللي في الوسط. مثل ما تشوفوا أضفنا انتقال أو حركة للصورة. طبعا تقدر تضيف أكثر من انتقال، راح تضيف مثلا انتقال حر، انتقال من يمين يسار، زوم، براحتك، شيء راجع لك. طيب راح أضيف انتقال ثاني أو حركة ثانية للصورة وباقي الانتقالات راح تسويها بنفسك. نفس الشيء راح نضغط على الزائد أو إضافة انتقال، بعدها راح نختار انتقال حر. مثلا أنا راح ألف الصورة شوي يسار وراح أسوي لها زوم، ونفس الشيء راح اروح على اخر خيار ونيجي على التعميم ونختار الخيار اللي في الوسط. طبعا تقدر تختار اي خيار، كل شيء راجع لك. طيب مثل ما تشوفوا انا اضفت انتقالين، طبعا انت راح تضيف اكثر من انتقال واكثر من حركة. طبعا حركات خلها شوي عشوائي يمين يسار. بعدها راح ندخل على البرنامج الثاني اللي هو فيديو. طبعا بالنسبة لهذا البرنامج اتوقع انه ما يضبط على جميع اصدارات الايفون، اتوقع لازم 10، يعني اصدارك 10 وفوق. اما الاصدارهم 9 وتحت لازم يعني تنزلوه عن طريق الجيل بريك، او تقدروا تحملوه عن طريق برنامج الارنب، اتوقع انه موجود في برنامج الارنب. طيب راح ندخل على البرنامج، بعدها راح نضغط على الخيار اللي هو الزائد في الوسط، بعدها راح نختار نفس الفيديو اللي سويناه لحفظ عن طريق برنامج كيوت كات، وراح نضغط ايديت تو بروجكت. مثل ما تشوفوا هذا المقطع اللي اضفنا عليه حركات او انتقالات للصورة عن طريق برنامج كيوت كات. بعدها من الخيارات الموجودة في البرنامج تحت راح نيجي على خيار اللي هو العصا السحرية، راح نضغط على خيار افكت، وبعدها راح نضغط على خيار تأثير برايسم، مدري شو اسمه، المهم راح اضيف لكم سهم عليه اللي هو ثاني تأثير. بعدها راح نحرك يمين يسار وين حاب يكون يعني اضافة التأثير او تركيز التأثير. مثل ما تشوفوا راح يصير معنا مثل تأثير، تقريبا مثل تأثير الجلتش. طبعا لو حاب تزيد التأثير من تحت من هذا الخيار، ولو حاب تزيد التأثير أكثر راح تضغط على هالخيار اللي هو على شكل مربعين. طيب بعد ما انتهي من إضافة التأثيرات، طبعا في أكثر من تأثير بس أنا حبيت أنصحكم بهالتأثير لأن كثير يسألوني عن نفس هالتأثير. بعدها راح نضغط على الخيار الموجود فوق حتى نحفظ الفيديو، راح يعطينا إعدادات الحفظ، أنصحكم تخلوه في 1080. في الخيار اللي تحت أنصحكم يكون على 60 إطار. بعدها راح نضغط على سيف، بعدها راح ننتقل على البرنامج الثالث اللي هو فيه تأثيرات جاهزة. طبعا جميع الروابط راح تحصلوها في وصف الفيديو. راح ندخل على البرنامج، طبعا البرنامج هذا أنصحكم فيه للتصوير، يعطيكم نتائج يعني عالية. بعدها راح نضغط على الخيار الموجود في الزاوية وراح نختار تعديل فيديو، بعدها على إضافة مقطع فيديو راح نختار نفس المقطع الفيديو اللي سويناه لحفظ. بعدها راح نضغط على التالي، راح تطلع لنا جميع الخيارات مثل فلاتر، تأثيرات. راح نضغط على خيار التأثيرات اللي هو مثل العصا السحرية، راح تطلع لنا جميع التأثيرات جاهزة. اللي عليك تختار التأثير، مجرد ما تضغط في أي مكان على الفيديو راح يشتغل معنا، تقدر تختار التأثير اللي يعجبك.
بعد ما تنتهي من إضافة التأثيرات راح تضغط على خيار إصدار حتى نحفظ الفيديو. راح ننتظر حتى ينتهي وراح يحفظ معنا الفيديو في الصور. طيب قبل ما ننهي الفيديو حاب أشكركم على تفاعلكم على المقاطع اللي فاتت، وأتمنى يعني هالشهر ندخل 100,000 مشترك. أتمنى هالشيء، يا ريت تساعدوني في اللايك والاشتراك ويعني تنشر الشروحات في كل مكان. وفمان الله.